دي عائلة أهلوية جدا جدا، حتى النخاع زي ما بيقولوا. لاعب المحاطين بيه بيقولوا عليه دايما الولد الشقي، مع ان ما شاء الله سنه صغير بس عمل نجاحات كتيره خلته محل اهتمام، وقدر بالفعل انه يخطف الاضواء من نجوم مش بس اكبر منه سنا ولكن اكثر منه خبره. فالحقيقه سنه 20 سنه فقط، بس عمل انجازات كتيره جدا جدا على المستوى المحلي والافريقي والعالمي. احنا بنتكلم على بطل مصنف ل 12 عالميا يا جماعه، يعني ده خلى شباب كتيرة جدا افتكر حبوا اللعبة دي بسببه. وهو ما شاء الله على السوشيال ميديا يعني اكتف جدا، فالدنيا معاه يعني ما شاء الله ماشية حلوة جدا. انا برحب بمصطفى عسل وبرحب بوالده العميد محمود عسل. انا برحب بيكم جدا جدا، مشرفنا واحنا فخورين ان انتم معانا النهارده سياده العميد هنا في بيتكم. يعني احنا الاسعد، ويا رب تكون حلقه حلوه كده ونسعد جمهور الاهلي وحضرتك كده، يبقى يوم ظريف ان شاء الله. الله يخليك. انا فخور ان انا مع حضرتك النهارده والله، في اول حلقه في بيتي الكبير، ودايما قناه الاهلي بيتي، وفخور جدا انا مع حضرتك النهارده. ازيك يا مصطفى؟ كله تمام الحمد لله. انت ما شاء الله تصنيفك ل 12 على العالم، فترة دخولك للنادي الأهلي فترة قصيرة بس أنت كنت داخل مركز تاني أو تالت، ما شاء الله عليك بقيت رقم واحد في النادي الأهلي. حصلت على بطولتين، بطولة عالم للناشئين مرتين ورا بعض، ما شاء الله عليك. يعني أنا بس في حاجة هنا، ده مشجع درجة تالتة، مشجع أهلاوي درجة تالتة فعلا. يعني ليه ما فكرتش في الكورة؟ دايما اولياء الامور بتحب اول حاجه تفكر يعني بمستقبل ولادها، لا دخلوا على كره القدم. طبعا فكرت فيها في الاول ولعبت كوره، بس انا يعني على طول بتابع كوره على طول، يعني ماتشات الاهلي دي حاجه رسميه بالنسبه لي، التمارين كلها تتلغي عشان ماتشات الاهلي، اتفرج عليها، اتفرج برضو على تشامبيونز ليج، احب الكوره قوي يعني، ممكن احبها اكتر من رياضتي. طب ليه ما دخلتش؟ لا هو بدات سكواش كمان متاخر قوي عشان بسبب الكوره والله. كنت اوديه التدريب بتاع الكوره ويروح السكواش يهرب يروح على الكوره، فاحنا عقبال ما ركزنا وركزنا في وقت متاخر قوي يعني. مصطفى انكراز على سن 10 سنين ابتدى يركز، ودي حاجه في السكواش حضرتك صعبه، كله بيبتدي من 7 8 كتير قوي. هو 10 سنين ده سن متاخر يعني في دخول اللعبه دي؟ فعلا في السكواش يعتبر متاخر قوي. بس سياده العميد انا كنت مثلا بحسب والد مصطفى كابتن برضو في اللعبه، لانه مصطفى واخوه ما شاء الله عليهم يعني من نجوم اللعبه دي داخل النادي الاهلي. فبرضه ليه مش كوره؟ يعني ليه مش كره قدم وهو بيحبها قوي ومركز فيها؟ هو عمه برضه حضرتك طبعا يعني كان بطل جمهوريه سابق ما شاء الله. فطبعا خدوا وسحبوا في الحته دي. واللعبه احنا عندنا في مصر مميزه قوي حضرتك، يعني احنا برازيل العالم كله في دي حقيقه. فالكارير اللي بياخده لعيب سكواش بيبقى هدفه ان هو يبقى من ابطال العالم. يعني عندي حضرتك في التوب 10 في 5 و6 من مصر بس، فانت الفيجن ان الولد يبقى في السكواش دي حاجه عندنا احنا هيستوري كبير جدا، عندنا اكسبيرينس عاليه قوي جدا، خبره يعني وتاريخ لينا في السكواش، ان احنا نحط اولادنا على العالميه. صح. يعني بعكس لعب تانية الامور بتبقى صعب قوي ان حضرتك توصلي فيها يعني. اي ولي امر بيتمنى ابنه يكون رقم واحد في اي مجال فيه الحقيقه. قول لي بقى بدايتك، انت بقى دخلت اللعبه دي من وسنك 10 سنين، انت ما شاء الله عمرك 20 سنه يعني 10 سنين. 19 دلوقتي 19 ما شاء الله. قول لي بقى دخلت النادي الاهلي. هي دي سر. ده سر. ايوه ده سر. في سر. سر من ساعه ما دخلت النادي الاهلي، دي الطفره فعلا اللي حصلت لي في حياتي. طبعا الله يرحمه انكل اسماعيل فاروق هو اللي وداني من الجزيره الاهلي، وكان ساعتها مع كابتن خالد مرتجي. جابني النادي، وطبعا كان شرف ليا قوي ان انا اخش النادي، وساعتها كل البطولات يعني فعلا الحمد لله يعني جات لي ساعتها، و كسبت بطولة عالم ناشئين، وفكرنا حتى ان وانا في الناشئين العب محترفين، ودي كان برضو حاجه كبيره ان انا كنت باخد السيزونين مع بعض، يعني العب محترفين والعب ناشئين، فكان محترفين قصدي رجال ومحترفين ناشئين. ولعبت محترفين ولعبت يعني كان مثلا بيبقى عندي مثلا ممكن 16 سنه مصطفى احترف 16 يعني ممكن يبقى عندي 30 بطوله مثلا في السنه الواحده، فكان ان انا يعني اميكس ما بين الاثنين كانت صعبه قوي. بس الروح الحمد لله اللي اتزرعت فيا من النادي الاهلي هي دي اللي خلتني اوصل، واللي خلتني حتى بقيت يعني زمان كان عندي اللي هي ممكن اوصل فاينل واستكفى بان انا خلاص وصلت الفاينل. الستارت كان في نادي الجزيره قبل الاهلي. لكن الطموحات دايما في الانديه يعني الاجتماعيه بتبقى ليميتد شويه. ما حصلش الطفره والنقله غير لما راح النادي الاهلي انتقل خلاص، يعني كابتن خطيب كان عامل اجتماع هو حضر اول ما جه ما شاء الله، فكان قال له الاهلي هو رقم واحد.
اتنين ده مش عندنا. الكلمه دي كانت رعب الصراحه. فهو تلقيتها ازاي بقى؟ كابتن محمود الخطيب بيقول لك كده يعني بيحملك امانه ورساله. يعني انا فعلا الكلمه دي انا خلتني مثلا 3 ايام ما نمشي يعني عمال افكر فيها، اللي هو كنت كسبت بطوله عالم اول واحده ناشئين، وكان ساعتها كابتن محمود الخطيب قال ان الاهلي طول عمره رقم 1، نمره 2 دي زي 30، وقالها كده بالظبط. فانا بقى كنت لسه يعني بنستعد بقى للسيزون الجديد. رقم 2 زي رقم 30 كله زي بعض. حلوه دي. صح، محصل بعض زي الاخير. فجات لي طبعا، جيت العب بطوله العالم الثانيه، فطبعا كان عليا ضغوطات كبيره جدا ان اروح اكسبها. فوانا بلعب الفاينل طبعا لا ازاي ومش هينفع وما ينفعش اخسر الماتش ده، ما فيهاش، ودايما يعني روح البطوله دي موجوده يعني. فالحمد لله اول ما نخش فاينل الحمد لله يعني بنكسبها الحمد لله. طب لما الرئيس استقبلك، الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان برضو في حوار ما بينك وما بينه دار. صح. وصورك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي منتشره قوي عندك وعلى الصفحات. يعني قول لي بقى الحوار اللي دار ما بينك وما بين الرئيس، وقال لك ايه وانت كمان قلت له؟ ده شرف كبير لينا كلنا طبعا. اكيد يعني اكيد يعني انا كمان عايز اعرف احساس والده يعني. اكيد شرف كبير. ما كانش على بال حضرتك اكيد ان انت تحصل اللحظه دي. اكيد هو اول ما رجع من بطوله العالم كان كل هدفه رؤيه السيد الرئيس، وانا كنت بدعمه. يعني هقول لحضرتك السر، كان الناس بتكلمني بتقول لي بقى كفايه انتوا عمالين تقولوا احسن الموضوع يبقى في كل برامج. فيعني بالراحه ان شاء الله هتيجي. الى ان جاءت اللحظه دي طبعا الحمد لله. كانت لحظه يعني احنا قبل هو انا قبليه وهو قبليه كنا احنا فعلا كنا كلمني بقى عن احساسك الست العميد في الاول كده بقى، وبيقولوا لك هتقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ابنك رئيس مهتم بيه ومتابعه، وكمان لحظه لما اتكلم انت كنت بتفكر في ايه الكواليس بتاعه اللحظه دي؟ احنا حضرتك يعني كظباط يعني احنا بنخدم لصالح مصر وفي شرف مصر، واعظم حاجه انك تقابلي رئيس الجمهوريه طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منقذ مصر كلها. فعشان تقابليه، لو انا ما قابلتوش اذا كان هقابله في صوره ابني، فيعني الرساله وصلت حبيبي. ما فيش احسن من كده يعني الحمد لله. هو نمشي يوميها ويحكي لحضرتك ان اليوم ده كان بساعه ما بلغته وكانت جت بفجائيه الصوره هي على الهواء يا سياده العميد. كواليس بقى اللحظه دي يا مصطفى. اللحظه دي سياده الرئيس اللي كلنا فخورين بيك ومبروك من قبل ما تقابل الرئيس. بقى لحظه بقى عرفت بقى مين يكلمك انت بقى. وانا ماشي على يعني مخبط في بعض يعني ماشي على السجاده الحمراء عقبال ما اوصل سياده الرئيس. مش مصدق يعني اللي قبليه بقول يعني يا بخته ان هو سلم على الرئيس، وانا خايف ان انا اخش يعني من هيبته طبعا يعني خايف ان انا اخش اسلم على سياده الرئيس. بس لما دخلت قال لنا كلنا يعني احنا فخورين بيكوا والف مبروك، قلت له كلنا معاك يا ريس في الحركة بتعمله وبس. وبعد كده مشينا. لا نمت قبلها ولا بعدها؟ لا ما نمتش اليوم ده خالص. ده كان دافع اكيد. طبعا دافع اكيد للي جاي، وان انت خلاص اللي جاي ده بتفكر فيه بشكل تاني خالص. طبعا قول لي عمل لك ايه يعني؟ حطيت بقى البلان بتاعتك، قلت انا هشتغل على اللي جاي ازاي؟ انا النهارده متشاف محط حتى انظار العالم كله مش بس مصر. فانت ما شاء الله عليك كمان عندك خطوات ثابته افتكر وبتحققها بشكل كبير يعني طبعا يعني انا احب اشكر الاداره على الدعم الكبير ده، دعم فوق الوصف للعبه الاسكواش في داخل النادي الاهلي. بيساعدونا بشكل كبير جدا، كل حاجه متوفره، كل حاجه موجوده داخل النادي. انا ما بسيبش النادي، انا على طول في النادي واتمرن في النادي. كل يعني معظم اللعيبه الثانيه اللي هم معايا في الاسكواش دايما بيروحوا نوادي مختلفه، انا الحمد لله الوحيد اللي بتمرن في النادي بتاعي وتماريني كلها موجوده في النادي بتاعي. فده كان دعم كبير جدا. وطبعا بعد ما اخلص اي بطوله، حتى اي ما اخلص بطوله اكسبها، دايما بنفكر اللي جاي دي فكر دايما النادي وفكر الجهاز. خلاص البطوله اللي بعديها ركزنا، كسبنا البطوله دي، لا البطوله اللي بعديها. فالحمد لله ما وقفناش ان احنا بس نبص على بطوله العالم في الشباب بس كسبناها، لا احنا عايزين نوصل للمحترفين، وعايزين المحترفين رجال، عايزين نوصل، عايزين نكسب بطوله العالم. لا انا يعني انا بتعامل انا عندي 19 سنه بس الحمد لله يعني موصلين لي الفكر بابايا وكل الاسره والتيم كله والمدير الفني موصلين. انا عندي 26 27 كجوه اللعبه. فدي حاجه كويسه قوي ان انا ابتدي وانا صغير، اخبط وانا صغير، وان شاء الله يعني اللي جاي احسن. مين بيدعمك اكثر، باباك ولا مامتك؟ لا الاثنين والله. لا تقول لي حد واحد علشان احنا دلوقتي هنعرف الحقيقه من مدام منى. والدتك كل واحد ليه دور.
كل واحد له دور كبير والله، دورها يعني كبير قوي. سواء طبعا في يعني عشان نوصل للبروفيشنال وكل صورتها التغذيه مهمه جدا. فطبعا ماشي مع دكتور نيوتريشن عشان خاطر الجسم شيب متظبط، العضلات المسلز الدهون الفاتس. فطبعا ده بيرد ببلانز كل جمعه لازم تنزل تروح لمامته في البيت فهي ما بتطلعش من المطبخ. حبيبتي هي عندها مصطفى ومروان ولا في اخوات تانيين؟ لا مصطفى ومروان، ومروان وبطل الجمهوريه تحت 13. ما انا عارفه لسه هنيجي بقى. هم خد بالك الست صح بعد 5-6 سنين ممكن يلعبوا ضد بعض زي محمد واخوه صح؟ يعني لا مش ممكن ده ان شاء الله اكيد. ان شاء الله باذن الله. وانت وقفت قدام ايه؟ مش ناويين نلعب مع بعض؟ لا ازاي بقى؟ ابطل ساعتها بقى. بقى محمد الشرباجي بطل العالم في اللعبة دي واخوه لعبوا بعض اكيد طبعا. بيبقى فيه بقى مشاعر مختلفة وفي كواليس، وانت اكيد انت دلوقتي انت ومروان بتتكلموا مع بعض في اللحظة دي وتفكروا فيها. طبعا انا لسه كنت في باكستان في بطولة في باكستان. انا لسه راجع من 3 ايام انا ومحمد. جهانشار عامل ايه؟ جهانشار خان. جهانشار خان اسطورة مصرية لعبة. كنت بلعب فاينل مع محمد الشرباجي هناك في باكستان في البطولة. طبعا محمد يعني شخصية عظيمة جدا، وبيقول لي ازاي بيتعامل مع اخوه في اللحظه دي، يعني في اللحظه ان هو بيخش مع الملعب هو ما كانش مصدق ان هو في يوم من الايام ممكن يلعب اخوه. فقلت له لا يا رب يبعد عننا اللحظه دي. ليه طيب ليه؟ لا طبعا مستوى التنافس بيبقى عالي قوي في اللعب الفرديه. فغير الجماعيه شويه بيبقى الاحاسيس شويه، يعني ده عايز يكسب ده عايز يكسب جوه الملعب، فبتبقى صعبه شويه مع ده المعاناه معاكم. وانتوا هتشجعوا مين يعني؟ مين اللي واحد واحد بقى. مش هحضر لو حاجه زي كده مش هحضرها. لا نسال مدام منى بقى ومروان اللي معانا دلوقتي بالصوت والصوره على الهواء مباشره. مدام منى برحب بيكي في البيت الكبير، كنت اتمنى ان انت تكوني موجوده هنا بتنورينا، بس برضو منورانا من البيت انت وكابتن مروان. وانا بحييكي على مجهودك، وده دور كبير جدا جدا. انا عارفه انه حضرتك رقم واحد، السبب فيه بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى. فانا بحييكي جدا جدا على يعني تقديمك لينا وللعالم مصطفى ومروان كمان اللي جاي في السكه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وفرصه سعيده قوي صراحه، يعني ميرسي جدا ليكم. والاول برحب بقناه البيت الكبير والقناه الاهلي وكل الموجودين، وميرسي قوي للتقديمه الجميله دي. لا يا حبيبتي ده اقل واجب. انا عايزه اعرف بقى دورك. يمكن النهارده مصطفى بقى رقم صعب جدا جدا في وسط المنافسين، وده ليه دور كبير جدا، مش بس مهارته في اللعبه او انه موهوب او لا، في دور اكيد حضرتك بتقومي بيه لسه. حتى سياده العميد كان بيقول في طريقه اكله في نومه في حركاته، اكيد حضرتك معنيه بشكل كبير في الموضوع ده. قولي لي بتعملي ايه مع مصطفى؟ تضحك على ايه؟ لا تضحك على ايه؟ يعني كانوا سبقوا شويه كانوا شافوا. لا هو موضوع النيوتريشن طبعا موضوع يعني مهم جدا بالنسبه لمصطفى واي بطل يعني عايز يكمل في اللعبه او في اي لعبه تانية يعني غير الاسكواش. لازم موضوع التغذيه ده مهم جدا، والعامل الاساسي طبعا البيت اكيد طبعا. لا يعني ما فيش زيوت، ما فيش زبده، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي نوع من الحاجات دي، حاجات ما تبقاش دسمه يعني. واحنا كل اسبوع بيتغير لنا البلان يعني بتاع التغذيه. ف يعني الحمد لله الحمد لله. طبعا البيت ليه دور اساسي، واكيد هو برده يعني مصطفى ليه دور كبير برده، لاني برده جهد عليه اللعبه يعني. عايزه نوم، عايزه اكل كويس، عايزه تمرين كويس، عايزه فتنس كويس، يعني كل الحاجات دي برضو بنحاول نرتبها له والله هنا في البيت يعني على قد ما بنقدر. وهو برضو طبعا يعني طالما عايز اللعبه هو يعني بيحب يتحسن فيها، فمساعد نفسه ومساعد المجهود اللي البيت بيقوم بيه اكيد. ده كمان غير بجانب الدراسه يعني طبعا. جانب الكلية كمان طبعًا. يعني الكلية برضو الحمد لله ان الأكاديمية مقدرة معانا الموضوع ده، بس ساعات يعني بيحصل حاجات كده تطشات كده معاهم، بس الحمد لله يعني عشان موضوع التصاريح يعني وانتقالاته كده ولا طبعًا. طبعا السفر كمان والسفر السفر، لاني يعني هو لولا موضوع كورونا كده ربنا يا رب يحمي البلاد كلها يعني كلها منه ان شاء الله، ويتعدي الأزمة دي على خير.
بس موضوع السفريات دي لازم الكلية طبعا التصريح. احنا بنسافر حضرتك مثلا 12 بطولة في السنة، ده كان طبيعي قبل موضوع كورونا، ليه 12 سفرية في السنة، من 12 ل 14 سفرية. بس في وقت الكورونا ده خلاه تقريبا يسافر 5 أو 4 مرات بس، صح؟ الأمور طبعا تخلصت، ودور مصر عظيم جدا جدا جدا، ودور كبار الشباب والرياضة. مصر عملت بطولات جامدة، والسيد الرئيس مصمم إن البطولات تتعمل ومصر تستضيف. صحيح. هي الأمور كلها يعني العالم كله يا خديجة يكون متوقف، مفيش غير مصر الوحيدة المستضيفة، ومصر في الحتة دي معطاءه ودور درس كبير جدا في بطولة اليد اللي فاتت دي. العالم كله ازاي تقدر تنظم في الظروف الصعبة دي، صح؟ اللي محدش يعرف يعمل اي حاجة خالص، منتخب على ارضك حاجة صعبة جدا جدا جدا، محدش كان متخيلها يعني. صح. فالحمد لله. وفي بطولة برضو بتتنظم في مصر سكواش، والشهر الجاي في برضو بطولة بلاك بول في التجمع الخامس نادي متخصص في السكواش، برضو مستضيف بطولة كبيرة قوي ان شاء الله. فبرضو دي حاجات كلها تحسب للدولة نفسها، الدولة المصرية. بلاك بول دي انا عايزة اتوقف عندها كتير جدا، لان هي بطولة عالمية وانا عايزة اتكلم فيها، بس بعد ما نروح لمروان، لان مروان كمان لاعب موهوب في السكواش. فايه اللي حببك يا مروان في اللعبة؟ عمك مصطفى كنت عايز تقلد فلقوك موهوب فكملت فيها؟ برضو ليه مش كرة القدم يعني في الأول خالص، ما فكرتش في الكرة ولا فكرت؟ تحكي لي شوية. يا عمي أول حاجة يعني كان هو اللي أسسني في السكواش وأنا عندي 7 سنين كده، واخدت بطولة الجمهورية أول. ما شاء الله عليك. انت عندك كم سنه دلوقتي؟ 13 12 12 12 واخدت بطوله عربيه في اخدت بطوله عربيه وبطوله ارضك اول وبعد كده بقى وقف السيزون بقى. هما عندهم الناشئين شويه وقفت في مصر في الفتره الجونيورز يعني، وقفت شويه بسبب الكورونا، الاتحاد يعني متأثر شويه بموضوع كورونا فمش عارف ينظم للناشئين هنا، فابتدى تاني ان هو ينظم بطولات زي الكوره في الناشئين برضه توقف او اتاجلت يعني. اتاجلت يعني، هم هيبتدوا بس هم الشهر اللي جاي ان شاء الله، شهر 4 باذن الله هيقرروا ان هم يبتدوا باذن الله تاني ان شاء الله. باذن الله. كنت بسأل مصطفى قبل ما تكون معانا مروان عن فكره ان انت ممكن تواجه اخوك بعد كام سنه قريبين جدا، فكرت ولا ما فكرتش فيها دي؟ لا وتنك قوي يعني، هو ممكن قوي على فكره بيقول لك تنك وانا عايزاك ترد على الكلمه دي. ايوه هكسبه ان شاء الله حبيبي. وانا بقى بشجعك. انا بشجعك انت. ليه بقى؟ لان مصطفى يعني انا عارفه مدام منى هو شقي جدا جدا، فاه مساعدك في النوم. مروان اشقى على فكره والله. لا 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 ده هنا بقى ده كلام كبر. احكي لي معاهم في البيت بتعملي ايه بقى مع شاوت الصبيان؟ يعني مين اللي تعبك اكتر؟ بتعملي فيهم ايه يعني لما بيتشقوا كده؟ والله هم بصي انا كمان في 2 كمان ولاد اختي برضو معايا برضو في البيت. مش عايزه اقول لك يعني الدنيا عامله ازاي في البيت. طب يعني انت عارفه الولاد متخيله لا واحنا دلوقتي في وقت مذاكره كمان عشان في امتحانات داخلين على امتحانات، فمش عايزه اقول لك الدربكه المعموله. وطبعا مصطفى في اجازه دلوقتي وهيدخل الجامعه، فمصطفى ايه بيهرج معاهم كتير. تقولي ده بس اسكت، تلاقي كله بقى كل البيت. انت محتاجه يعني تفصلي القوات عشان انت صعبتي عليا حقيقه. والله لا افصل تفصلي خالص يعني. والله بجد. والله لا ربنا يعينك. كفايه ستريس البطولات بقى. طبعا لسه الشهر الجاي ان شاء الله كابتن مصطفى عسل عنده بطوله في شهر مارس. ان شاء الله بلاك بول ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله جاي الشهر الجاي، مش الشهر الجاي خلاص يعني كمان 10 ايام تعتبر. بيتابع يعني المنافسين، بيتابع مين من المنافسين في الادوار النهائيه؟ مين بيحضر لمباراه ولا البطوله كلها بيفكر فيها ازاي؟ يعني كلميني كده عن تحضيراته قبل ما اروح. يعني مصطفى صراحه في حاجه ميزه كويسه قوي في مصطفى، ان هو ما يحبش يشيل هم الماتش اللي هيجيله،
ودي كانت الصراحه اللي بيساعدها فيه مدربينه وباباه كمان في البيت. يعني الصراحه دايما ما بنفكرش في الماتش قد ما بنفكر ان احنا خلاص عملنا اللي علينا وعملنا الواجب بتاعنا، خلاص ندخل يعني انجوي بقى صح ونبص على اللعب بتاعنا. ف مصطفى الصراحه عمل تارجت كبير قوي يعني الفتره اللي فاتت دي، والحمد لله ده ربنا كريم يعني وصل دلوقتي ال 12 على العالم. ولسه كان بيلعب الشرباجي في ده بطل العالم في السكواش، وطبعا فرصه كبيره لمصطفى ان هو يلعب مع محمد الشرباجي طبعا ولعب معاه طبعا، وكان من حسن حظه يعني. وكان في جهانشر برضو لاعب العالم برضو الباكستاني في اسطوره السكواش يعني. فبرضو كان يعني من حسن حظ مصطفى ان شافهم هما الاثنين يعني، وبس لعب مع محمد، ودي كانت اول مره يلعب مع محمد الشرباجي. اي لاعب سكواش بيتمنى انه يقابل جهانشار خان ده، زي انا اعرف ان هو طبعا اسطوره اللعبه طبعا، ده في جهانجير وجهانشر يعني عظيم العظماء على مدار التاريخ يعني ما حدش حقق ارقامه دي حاجه كان الله. بس مصطفى قدر كمان، قدرت ان انت تتغلب في البطوله دي على محمد الشرباجي، احنا بنتكلم على بطل عالم يعني. محمد قدوتي في اللعب يعني محمد بحب اشوفه يعني، بحب محمد محمد هو بيقول لي يعني شايف فيك ان انت خليفتي يعني، فانا اتكلم قال كده في البطوله يعني نفسها قال كده الراجل يعني بصراحه قال انا بحب اشوفه بحب اتابعه من وانا صغير، بشجعه جامد جدا يعني فعلا يعني في كيمستري ما بيننا يعني. ف لما العب معاه طبعا كان حاجه صعبه عليا، والبطوله طبعا كان قصاد يعني وزير الدفاع الباكستاني، هم هناك اللعبه بالنسبه لهم طبعا عشان الاساطير جانشر وجانجير الناس دي طبعا، فبيبقى يعني استاد فعلا بيتفرجوا على الماتش وكده. وطبعا ان انا العب قصاد الاسطوره دي، اسطوره جانشر خان ده واخد 8 بطولات عالم ورا بعض، ده حاجه ما حصلتش في اي رياضه عامه من 20 سنه على مدار 20 سنه صحيح. يعني لحد ما كان بياخد منه جيم ده كان بيبقى حاجه يعني حدث حدث طبعا. فانا مبسوط مصطفى قوي قال له ما انا لسه عايز اعرف اللي دار ما بينه وما بينه طبعا هو اسطوره اللعبه دي. بس المباريات والسؤال برضو موجه لحضرتك يا سياده العميد، اللعبه لما بيلعب بطوله مثلا مهمه زي دي بتفضلوا ان انتوا تتابعوها في بتسافروا مثلا معاه او تتابعوا مباراه كبيره هنا ولا لا من البيت، او تعرفي النتيجه على طول تقلقي؟ لا احنا بنتفرج لا بنتفرج يعني بنجيبها لايف في ساعات يعني، ولو البطوله متذاعه او يعني المره اللي فاتت كان في باكستان كان النت عندهم صعب جدا فكنا بنشوف بالتقطيع كده بس الحمد لله يعني البطوله عامه في باكستان كانت على كل التلفزيونات بتاعت باكستان وكده، فهم قاطعين البث عن الانترنت خالص، ما فيش حد يعني حقوق البث ما ينفعش، فكانت على القنوات بس في يعني عندهم كانت على كل المحليه يعني قنوات التلفزيون الرسمي ما ينفعش حد يذيع لايف مليانها اهتمام قوي يعني هو بس بس كده. فانا بتمنى لك كل التوفيق، مشوارك انا عارفه انه مشوارك اكبر واصعب كمان حتى من مصطفى بكتير، ربنا يعينك عليهم. وانا بشكرك جدا شرفتينا مدام منى حقيقي. انا الاسعد والله وشرفتونا وميرسي جدا، واحب اشكر برضو كل البرنامج كل المذيعين والتلفزيون وكله الفيديو وكل الكاميرات برضو اللي ورا الكاميرات برضو كتر خيرهم، فاحب اشكرهم كلهم يعني صراحه، واشكركم طبعا، واشكر قبل اي حاجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو اللي خلانا برضو ان البلد كلها تقوم بالبطولات وبالرياضه ونرجع تاني للرياضه، لان كان خلاص كنا فقدنا الامل خالص في الرياضه انها ترجع صحيح في عز الكورونا. فالحمد لله يعني رجع، والعلمك يعني احنا بالنسبه للسكواش كله دلوقتي كل العالم بيتفرج علينا وعايز يعمل البطولات كلها هنا في مصر صح، فدي حاجه يعني تحسب له، والحمد لله يعني
ان قدرنا نوصل للنقطه دي. النهارده لسه كنا بنتكلم عن بطوله افريقيه في كره اليد، منتخب الشباب تحت 21 سنه الطايره، فالنهارده ده برضو انجاز بيحسب لمصر. خلاص انت بتقولي للعالم طبعًا. لازم رسالة نتعايش قوية. قوية لازم جداً. نتعايش مع لازم نتعايش خلاص. ما انت مش عارفه تخلص امتى بالزبط. يعني ما انت مش عارفه تخلص امتى، احنا مش عارفين ده وباء عالمي ومش عارفين مش عارفين هيخلص امتى. مش هنعطل حياتنا كلها عشان خاطر بتاع ده. فهو فعلا بدا الخطوه دي رغم ان كان في اعتراضات كتيره، بس الحمد لله تخطينا الحته دي وخلاص والحمد لله. والدنيا لازم تمشي، ما هو كده كله هيتعطل. صحيح. انا بس عايزه في الاخر الحمد لله. الحمد لله يا رب. انا عايزه مصطفى توجه كلمه لمروان وهو يرد عليك عشان نسمع صوته تاني. قول لي كلمه توجهها له بقى وهو اصغر منك يعني شايفك بقى، شايفك قدوه يا مصطفى. لا ما مش شايفني قدوه خالص. ايه مش شايفني قدوه خالص؟ شايفك قدوة. لا لا هو بيحب رامي عاشور قوي. رامي عاشور يعني هو مروان يعني دايما اللي هو حتى دلوقتي لو اخش اكسبك يعني ما فيهاش نقاش. يعني هو عنده ثقته في نفسه عاليه قوي. طب ما دي حاجه كويسه جدا. دي حاجه كويسه وحاجه وحشه بس. بس هو لا هو ان شاء الله يعني يبقى مستقبل مصر الفتره اللي جايه دي ان شاء الله، ويرفع اسم الاهلي ان شاء الله كده لفوق دايما. هو لعيب، هو مجتهد يعني، بس بيجي بالزق. بس هو طبعا مع الوقت هيفرق طبعا. دورهم معاه صراحه دور خرافي يعني عكسي يعني معايا. طبعا عملوا دور جامد جدا، بس انا كنت بجتهد يعني اكتر منه. بس هو عنده التالنت بس عايز يتزق شويه. فبس هو طبعا لعيب يعني بابا بقى. طبعا زي وراه، بس ان شاء الله يعني يبقى حاجه كبيره ويبقى احسن مني ان شاء الله. رد يا مروان بقى على مصطفى في الاخر. رد على الكلام ده. هو انا ان شاء الله كمان 4 سنين هلعبه في بي اس اي وهكسبه ان شاء الله. يا رب. وانا بشجعك برضو يا مروان. انا بشكرك جدا. شوف الثقه دي ثقه. لا عمياء يعني ما شاء الله. انا بشكرك جدا يا مدام منى. ميرسي جدا، شرفتينا بجد. ميرسي قوي ليكوا. انا اللي بشكركم. ميرسي. انا الاسعد والله. ميرسي قوي ليكوا. شكرا ليكي. شكرا كابتن مروان. انا المتنبئه لمروان بمستقبل باهر يا سياده العميد. لا حقيقي يعني طريقته حتى في الكلام عنده شخصيه اللاعب حتى رقم واحد، يعني شخصيه اللاعب البطل. عنده ميزه ان هو شايف يعني الدنيا كلها قصاده. يعني مصطفى كان بتحسس السكواش في الاول، لكن مروان قاعد تحت الباب الازاز بتاع الملعب بيتفرج عليه من هو عنده حبيبي. خمس سنين ست سنين فلقت وقت كتير قوي طبعا. دماغه فيه حاجات كتير قوي. يا مستعد. كلنا شغالين. الموضوع مش سهل. لكن بطوله كبيره زي بطوله باكستان دي بتحرص. انا دايما اشوف اولياء الامور بتجري ورا اولادها حتى هنا يعني يعني على مستوى البلد، يعني تجري وراه في التمرين، تجري وراه لو عنده ماتش مش عارف ايه، بتسافر وراه في كل حته. بتعمل كده؟ بتبقى مهتم للدرجه دي ولا لا بتسيبه؟ مع كورونا طبعا واجراءات السفر والاجراءات الاحترازيه الموضوع بقى صعب. لكن اخر بطوله عالم كانت في قطر، رحت مع مصطفى. ولما بيكون ليا استطاعه ان انا اروح معاه بروح، ما راحش لازم يكون في تيم برضو معاه شغال معاه. يعني هو مصطفى دلوقتي المستوى الاحترافي اللي هو وصل له دلوقتي، احنا التارجت بتاعنا دلوقتي وباذن الله نمره واحد على العالم. فحضرتك عشان تحقق الحته دي لازم يكون في منظومه حواليك، فالمنظومه من كذا شخص. في ايجنسي يعني ولا في تيم ولا يعني تيم ايه؟ في تيم من مدرب سكواش. في نظره من بره للمدير الفني سكواش. في مدرب خطة الاحمال بتاعه من بره من والله ارلاندس. في حاجه بتنفذ هنا البروجرام. في دكتور بتاع نيوتريشن، في فيتنس، في مدلك، في عندك جهاز شخصي بيدور حواليه وبنشتغل مع بنتكلم. انا طبعا يعني بتكلم معاهم ايه الاخبار، انتوا شايفين ايه الموضوع، ده اللي النادي بيوفره سياده العميد. يعني ده للنادي. اكيد طبعا النادي جزء كبير جدا 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 بيوفره لك. وما وفره اذا كان في حاجات اكسترنال النادي الاهلي برضو بيتدخل فيها وبيوفرها وبيدعم فيها طبعا. كله طبعا كله عشان ده نادي بطولات حضرتك. اكيد ده نادي بيختلف عن اي نادي في مصر. هو نادي بطولات. اي نادي تاني ما تفهمش المتطلبات دي. يعني هو لو كان فضل في الجزيره ما كانش هيبقى فيه رؤيه.
معلش مع احترامي الناس ان اصحابنا اعضاء مجلس اداره ومتربين معاهم وكل حاجه، وحتى قبل ما يمشي قعدت معاهم قلت لهم الموضوع مش كده، هو الفكر نفسه مش يعني النادي الاهلي عنده فكر يعني ايه بطل، ايه الالتزامات، ايه مستلزمات، هيسافر ايه، متوفر له ايه، طب محتاج سبونسر، طب محتاج مين، ما هو 10 سفريات 15 سفريه هتسافرها، محتاج دولارات، محتاج روح، محتاج حاجات كتير قوي، هتعملي ايه. فالنادي الاهلي متميز عن في الشرق الاوسط كله في افريقيا يعني ما تلاقيش نادي اهلي واحد. بس الكلام ده بقى بياكد لي فعلا، احنا دايما بنطلع نقول الكلام ده عن درايه وعن اللي احنا بنشوفه، بس بتاكد لي هنا سياده العميد انه بس مش النادي الاهلي مهتم بالكوره واللعبه لا 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 الشعبيه لا 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 اللي على مستوى لا العالم، لا بيدعم كل اللعبات خاصه لما يكون في اي لعبه فيها بطل زي مصطفى. تعرفين انه بلاك بول دي اللي جايه ان شاء الله في اللي هتتلعب كمان كام يوم، انت طالع على التصفيات على طول لان هو متصنف 12 على العالم، فمش هتلعب من تحت صح، مش هتلعب من الادوار الاولانيه دي. فهنا عايزين نقول انه النادي الاهلي بيهتم بكافه اللعبات خاصه لما يكون عندها بطل بيلعب عالم. والالعاب كمان حضرتك اللي هي زي البسكوت من غير عائد، يعني الناس فاكره ان مثلا النادي الاهلي بيهتم بحاجه مثلا الكوره بتجيب له الفلوس، لا هو مفيش عائد الموضوع خالص، يعني السكواش مش ما بيدخلش عائد للمجلس الاداره والمجلس الاداره مش زي الكوره يعني مش زي الكوره يعني بقى. فانا يعني بجد بشكر مجلس الاداره الرياضه للرياضه والبطوله للبطوله، حلو ده راعي ابطال. ومجرد ان عندك بطل هو النادي الاهلي حته عندك بطل في حته معينه او في رياضه معينه ده في حد ذاته ارضاء لذات النادي الاهلي وجماهيره. حلو قوي، عارف البطل محتاج يعرف المستلزمات ايه. يعني انا يعني انا عمري ما دخلت لكابتن رؤوف قلت له انا عايز حاجه، على طول كل حاجه موجوده في الاهلي متوفره لك، كل حاجه موجوده في الاهلي. خالد مرتجي كمان دور كبير جدا 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 يعني فوق الوصف، مهندس خالد طبعًا مجلس طبعًا اداره طبعا 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 احب اشكره يعني جامد جدا على الجهد اللي عمله معايا من وانا صغير. يعني انا اجي الاهلي دي كانت نقله في النادي الاهلي، يعني الحمد لله ربنا كرمني فعلا. يعني لما رحت الاهلي دي كان سر حياتي كلها، يعني انا فعلا يعني لو جيت اذكر السي في بتاعي قبل النادي الاهلي هو صفر، يعني مع ان انت كنت بتلعب في الجزيره، مع ان كنت بلعب يعني كله مركز تاني فعلا كله حبيبي. مركز تاني ما كان بيوصل للفاينل بيكتفي، وانت دخلت النادي الاهلي مركز تاني او ثالث صح؟ انا دخلت مركز تاني دخلت تاني دخلت تاني. امتى بقيت مركز اول؟ لا هو الحته بتاعت انا في مره كنت عندنا تصفيات تصفيات زي يعني عندنا بطوله كبيره في انجلترا دايما بنروحها كل سنه كبعثه منتخب وكده. فالبطوله دي كنت انا في الجزيره وفاكر رحت الفاينل وخلاص وصلت وتصفيات وخلاص انا جوه وهسافر خلاص عديت قلت لهم يا جماعه مش عايز اروح النهارده غنني مش ممكن يا مصطفى. لا هو الروح بتاعه النمره واحد دي صدقني عليك مش متواجد في النادي الاهلي، ما تلاقيش في نادي تاني يعني في نادي الجزيره مثلا ينبسطوا بيه ان هو طلع التاني تمام مش مشكله التالت مش عايز اروح مش مشكله خلاص. حتى متكلمين مع الجهاز الفني كان في نادي الجزيره بقول لهم يا جماعه يعني حاسس ان هو مش عايز يلعب الفاينل، يقول لك طب كويس احنا في المركز التاني. لا والله في يعني حاله كده يعني رضا يعني بالموضوع لما حط رجله في النادي الاهلي خلص بقى خالص ما ينفعش بيلعب 17 19 في نفس الوقت حضرتك بيلعب في الايفنتين 17 و19 ياخد دي وياخد دي في يوم واحد، ياخد ايفنتين في يوم واحد يعني كان بيبقى عندي مثلا 4 ماتشات في اليوم لمده 5 ايام اول ما كانش يسيب الايفنت لما ياخد الكاس بتاع اول هنا ياخد الكاس بتاع اول هنا خلاص بقى المنتاليتي اتغيرت خالص طبعا خالص. فرقت معايا كبير جدا حتى في كل حاجه، بقيت الماتش اللي انا داخله يعني انا لو عندي حاجه وكان في بطوله البلاك بول اللي فاتت وصلت دور السيمي فاينل كنت بلعب علي فرج انا حضرت لك دي دي اللي انا حضرتها لك لا دي كان في البلاك بول فوصلت السيمي فاينل سنة فاتت كان مع بول كول شفتيها دي ده مصنف 4 على العالم، هو كان بيلقب بالسوبر مان صحيح صح. بس هو هنا بس هو كان مقاتل، انا شفت حقيقة. مصطفى لا انا بتكلم بجد يعني لا الماتش عمل اكشن كبير جدا مشكله بقى مصطفى طريقه الاحتفال طبعا لا ده احنا لسه لا يا سياده العميد ده دي بقى هنجيلها عشان دي كانت هتزعل الانجليز مننا ده لسه زعلوها فعلا ده حصل مشاكل جامده جدا بقول لك دي زعلت وفهمونا غلط وحاجات كده جامده بقى. انت كلمني بس عن البطوله اللي جايه بلاك بول، انت عندك في شهر 3 اللي جاي ده انت متصنف اوريدي 12 على العالم فهتدخل على التصفيات على طول ما شاء الله عليك. الحمد لله دي كانت دي نقلة يعني دي حاجة تانية، أنا دايما كنت باجي من ورا عشان أخش البطولة طبعا بيبقى جهد كبير قوي بخش يعني بكسب واحد وفي التاني في التالت
كده اخش يعني العب عادي بقى من الادوار الرئيسيه. فطبعا ده بيبقى جهد كبير بس كنت بكمل الحمد لله. فاول بطوله ليا كتصنيف واخش يبقى في ناس قبليه لسه هلاعبهم، فدي طبعا بتخليني جاهز احسن بشكل كبير، وان شاء الله يعني ان شاء الله عيني على البطوله وان شاء الله نسعد جماهير الاهلي كلها يعني. يا رب. احنا مبسوطين قوي بقى في حاجه حضرتك ان احنا شعبيه السكواش كانت في الفتره الاخيره كده متراجعه من ايام كابتن احمد برات، فمصطفى الحمد لله الفتره اللي فاتت حتى في الاهرام لقينا جمهور النادي الاهلي راح وراه في الهرم. كانت حاجه يعني احنا كنا مبسوطين جدا بيحضر جداً ناس جداً كتير، ان ناس بقت تحضر وناس بقت تشجع وفي عز الكورونا وكان في ناس حاضره وناس بقت تفهم في السكواش يعني كان الموضوع صعب، فلقينا الناس بقت تتفهم الموضوع ويلا مصطفى وهدي يا مصطفى وخلاص يعني كانت حاجه حلوه ان احنا مبسوطين ان الروح دي رجعت تاني برضو لعبه السكواش، وان ابتدى العصر اللي هو الذهبي اللي كان قديم ده يرجع تاني ونبتدي نشوف جماهير بتحب اللعبه فدي حاجه كويسه. بتشوف ده كسيادة العميد انه في دلوقتي اولياء امور او اسر ابتدت تهتم ان ممكن ولادها تلعب حاجه تانية غير الكوره، يعني حتى مش شرط سكواش اللي هو سباحه اي لعبه يعني من اللعبات اللي موجوده، ما احنا عندنا 100 لعبه. بص بص طول ما حضرتك عندك ابطال في لعب مش شرط في الكوره فقط يعني، ما الكوره برضو يعني حد ما شاف ان هي التارجت بتاعها في العالميه برضو يعني عندنا ناس تانية كتير في العاب فرديه بتعمل حاجات كتير قوي لمصر بتوصل تبقى نمره واحد باولمبيكس وحاجات كتير قوي يعني ممكن وبيرفعوا اسم مصر يعني. بس انا محتاجه اشوف هنا قدوه يعني، محتاجه اشوف واحد طبعاً زي مصطفى زي بجرامي، اشوف واحده زي فريده عثمان يعني، محتاجه اشوف ناس مصر تمثل لي قدوه فتغير لي اتجاهي. قلق كبير قوي يعني. هي دي اللقطه اللي كان عليها الاحاديث كلها اللي فاتت دي اللي هي يعني انت كل ما بتلعب وبتكسب بتقلع التيشيرت وده شغل كوره مش شغل سكواش ابدا. دي حقيقه. انت عشان خاطر طبعا لا هي دي بجد الناس دي كلها كانت موجوده في الاهرام كله كان موجود الروح اللي كانت في الماتش ده كانت غير طبيعيه. بص عليك الناس بص عليك طبلة الناس كله الخلفيه كله ازاي يعني اللحظه دي لا تصف الصراحه وانا يعني ساعتها بتقلع التيشيرت ليه؟ ما تحسش بنفسك ولا ده يعني بيبقى تلقائي كده يعني ما هي جت تلقائي هي اول مره جت تلقائي تاني مرة يعني اللي هو عند خلاص انا هعملها انت بتاخد لفت نظر صح مش مش لا لا مش بيلفتوا نظرك في الموضوع ده يعني هي طالما ان احنا الاجراءات بتاعت الكورونا والكلام من ده ما حدش فيش تلامس حصل والكلام من ده وانا شايف ان البي اس اي هم ابتدوا كمان الامور بالعكس يعني بينبسطوا ان في شعبيه كمان تسكواش بتتنامى عالميا مش كمان على سبيل المحل ابتدت الاولاد والناس بره يعني يقللوا طريقه الاحتفال سواء هنا او هنا حاجات دي مش زعلانين من على التيشيرت هم زعلانين من دي قول لي بقى دي استنوا قبل ما نجيب الصوره اهي اهي دي خلت بعض الناس اللي مش فاهمه ان انت بتحتفل على طريقه مؤمن زكريا طب افتكروا ان هي يعني ان ياخدوها على الناس ايوه دي حقيقة. سيادة العميد بقى قول لي عملت لك بقى مشاكل لا لا مشاكل كبيره جدا ده الميديا كلها العالميه الميديا كلها العالميه بتتكلم عن الموضوع ده يعني ما هو برضو خلي بالك حضرتك انت يعني بتكوني متفوقه في لعبه والتفوق ده بيجي مثلا على ايرلندي على انجليزي على 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 برضو يعني الرياضه لما بتكون ليكي ما حدش بقى ناقص منك وعد ما خلاص بقى شايفين ان انت عديتي وخسرتي وعندك 19 سنه بتلعبي ناس عندها 27 28 سنه نجوم ومنافسين اربعه على العالم فبيحصل الناس دي لها شعبيه برضو بره وراها جماهير كل ده تاني عالم يعني هو واخد في بطوله العالم الاخيره خد تاني عالم فانا ان انا اكسبه هنا كانت طبعا حاجه صعبه الناس مش ناقصه بقى طبعاً. احتفال ولا ناقصه الناس متغاظه اصلا الناس متغاظه اوريدي فهي مش ناقصه هنقول لك انت بتعمل ايه وده ايه الحركه اللي بيعملها دي معناها ايه كتبوا ايه عليه كتبوا ايه كتبوا ايه الطريقه دي ايه وهو بيعمل كده ليه ودي معناها ايه احنا عايزين نفهم هو بيتريق علينا يعني ولا بابا هو اللي بيتابع الحاجات دي انا ما يعني طبعا احنا بعدينه عن الموضوع ما هي عملت مشكله لوالدك مش ليك انت يعني لا مش دايركت لي يعني انا بعملها وخلاص ما شاء الله انا بقول لك الناس المصريين بس يعني احنا كتبنا ومصطفى طلع كمان وضبنا له يعني تصريح يطلع يتكلم بي اس اي اللي هم اداره بتاعت منظمه المحترفين وعمل حديث ظريف كده لمده ربع ساعه ثلث ساعه شرح الموضوع وشرح الموضوع المشاعر بعد الماتش حصل ايه وان دي الطريقه دي كلنا احنا في النادي الاهلي بنعملها لان ده عندنا كابتن مؤمن ربنا يشفيه ويعافيه وبيعاني من ايه واحد اثنين ثلاثه فاحنا متعاطفا معاه كلنا وحاطين لهم صور بتاع
بتاعت كابتن محمد صلاح والصور بتاعت النادي الاهلي كلها الالعاب كلها بيحتفلوا بالطريقه دي. بنحتفل بالطريقه دي. فالناس تفهمت كويس قوي يعني الموضوع وحصل ريلاكسيشن ويعني الحمد لله. يعني انا ما يهمنيش اي حاجه مهمه, احنا سبورت كابتن مؤمن يعني. انا جاي على بالي ان انت صاحبه او في صله قرابه او يعني جاي على بالي كده لو انت كل النادي الاهلي بيقعدوا في النادي الاهلي تلاقي ناس في الجيم الباسكت والفولي والكوره احنا قاعدين في الجيم ساعات لما قاعدين في الجيم كلنا مجمعين في الماتش الاهلي مثلا واحنا بنتمرن لا كله خلاص كله ساب التمرين بيتفرج على ماتش الكوره. يعني احنا بالنسبه لنا يعني انا بالنسبه لي انا شايف ان اللعبه الكوره رقم واحد. انا هتفرج دول اللعيبه دي رقم واحد انا عايز اشوفها في النادي. هي دول فعلا كيان النادي. فانا احب اشوفهم, اشوف قفشه, اشوف مين من نجوم النادي الاهلي بيعجبك؟ انا بحب مروان جدا. مروان محسن بحبه جدا. ليه بحبه جدا؟ بيلعب يعني دوره مهم جدا في النادي الاهلي. فعلا دوره مهم جدا في النادي الاهلي, في ضغوطات بيشوفها كتير جدا, بس انا يعني بحب النوع من اللعيبه دي اللي عليها ضغوطات بيثبت نفسه. انا متاكد ان هو هيثبت نفسه في اللي جاي. ياما ثبت نفسه مروان ولسه هيثبت نفسه. يعني في مره كان في ضغوطات عليه كبيره جدا وكلام على السوشيال ميديا وكله, جاب جون في الدقيقه 95 ساعتها انا نطيت. يعني انا فعلا سالي وهو في البيت انا نطيت يعني خلاص كنت هعيط. جاب جون في الدقيقه 95 مع الاسماعيلي تقريبا. كان ماتش جون الشناوي لعبه وهو راح شايطها جابها جون. يعني انا طبعا كلاعب الناس ممكن ما تفهمش الحته دي, ان كلاعب يكون عليه ضغوطات كبيره وبيتهاجم بالمنظر ده الناس ممكن ما تقدرهاش, لكن هو لو عاش وشاف المنظر ده ولعب كوره وشاف يعني لعب اي رياضه عامه وعليه الضغوطات دي مش هيقدر يستحمل الربع اللي هو اي حد بيشوفه علينا من الضغوطات دي. فلما بيجي يعمل حاجه ويجيب جون في وقت حاسم او يجيب جون عامه ده حاجه. دي الشناوي لما عملها كصانع العاب وراح هو مدخلها. ده كان الموسم اللي فات. الموسم اللي فات انا شكرا ماتش ايه بقى؟ لا الماتش ده الدقيقه 95 على اخر لحظه بعد كان التايم خلص. انا نطيت في البيت يعني انا نطيت ورحت وجيت كان اهلي وجون. اهلي وجون. قولوا لي الاهلي وجون. فانا احب اللاعب اللي هو عليه ضغوطات ده. يعني احبه جدا, احب انا اشجعه بكل يعني انا متاكد ان اللعيب ده في منتخب مصر موجود بيشارك بشكل اساسي في الاهلي بيشارك بشكل اساسي. المدربين ادرى بيه مش اي حد ادرى بيه. طب بتشوف انت الانتقادات النهارده اللي بتتوجه له ازاي خاصه انت عارف وانا عارفه انه ممكن لاعب يتاثر بيها. انا يتاثر صح ولا لا؟ عامه احنا الضغوطات مش جايه من جمهورنا. جايه من جمهور الاخرين. المنافسين طبعا ده اللي بيوصل وعايز يعمل فتن ما بيننا. لكن فعلا انا شايف ان هو طالما مدرب مقتنع بيه, مدرب منتخب مصر مقتنع بيه, يبقى انا لعيب جامد. يعني ليه انا العب في منتخب مصر والعب اساسي, وليه العب في ناديه اساسي وما بقاش كويس؟ انا لازم ابص لنفسي انا قدراتي انا اللي موجوده فيا انا. يعني لا انا طبعا الضغوطات اللي بتعرض ليها مش عايزه يبص ليها خالص. ان شاء الله هيبقى احسن في اللي جاي. هو كان تعرض لاصابه كبيره جدا ورجع وثبت نفسه بوضوح, وكان كل ماتش مع النادي الاهلي وكان برده مع منتخب مصر اساسي. فمش عايز يبص ورا الحاجات دي. احنا كل جمهور الاهلي بيدعمك, كل اللعيبه عندنا في السكواش في اي لعبه في النادي بيدعمك, وان شاء الله هيكون يعني في التوب سون وهيبقى يعني هيظل برده احسن مهاجم في مصر باذن الله. باذن الله. ايه رايك في العقل كلام مظبوط جدا طبعا. لا عقل يعني عقل قوي قوي. صحيح هو مصطفى اتعرض طول عمره بيتعرض لضغوط. نمره واحد دايما بيتعرض لضغوط. اتعرض لحاجات مشابهه سياده العميده عانت فيها معاه. طبعا طول عمره طول عمره دايما نمره واحد اتعرض لضغوط. بس هو سنه صغير يعني لحق اتعرض لضغوط 19 سنه يعني لحق. هو ده حضرتك اللي خلاه باذن الله يعني احنا وصلنا للمكان اللي احنا نوصل ان احنا نمره 12 العالم واحنا عندنا 19 سنه في ظل كمان الكورونا يعني البطولات وقف. طبعا فانا عايز تبقى احسن 12 عالم في المحترفين وتاخدي بطولتين عالم مش من فراغ. لازم يكون في ضغوط, ولو ما كانش اتعرض لضغوط ما كانش هيستحمل ان هو ولا هيقدر يجيب التارجتات دي كلها. لازم لان اللعبه تف وجوه موضوع صعب وهتضغطي وحكم هيضغطك واللعيب هيضغطك. اصل محدش فاهم دوره في الملعب ايه. يعني طالما مدرب مقتنع بيه هو دوره كده. يعني هو مدرب يقول له نفذ كذا هو ينفذ التعليمات المدير الفني. طالما انا اساسي ومشارك بشكل اساسي للمنتخب لو مشيت ابقى انا مؤثر او حاجه حصل, لكن هو طالما بيلعب اساسي هو اساسي.
فانا الضغوطات اللي انا شايف اللي هو بزياده دي مش مننا احنا، وعمر ما جمهور الاهلي هي حتى لو لعيب بيأدي بشكل مش طبيعي او في حاجه يعني، عمر ما جمهور الاهلي هيعمل كده. فالاشاعات اللي طالعه دي جايه من جمهور طبعا ناس تانية، فانا يعني كل السبورت ليه، وان شاء الله يعني كمان مؤمن يرجع ان شاء الله ويكتمل ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقه ويكرمه ان شاء الله. ان شاء الله. شايف حظوظنا في العشرة ايه يا سياده العميد؟ ان شاء الله خير يا فندم باذن الله، ربنا كريم زي ما ربنا كرم في التسعه اللي فاتوا ويكرم في العشرة اللي جايه ان شاء متفائل؟ الله. متفائل جدا. متفائل جدا. لا انت متفائل انا عارفه. ان شاء الله. لسه بدري قوي. لسه بدري قوي. سياده العميد الاهلي قادر يرجع، وبدري قوي الدنيا، وان شاء الله الامور هتمشي في السياق عادي جدا باذن الله. احكي لي اخيرا بقى، لما قابلت اسطوره اللعبه الباكستانيه جهنشار خاني، طبعا قول لي بقى برضو قال لك ايه؟ لا يعني اي واحد يحلم يقابله يعني. طبعا. انا كنت في اللعبه انا دي يعني. انا هو ما كانش جاي. طب ما لا حققت 10 مش عارف العالم 8 يعني. هو ما كانش جاي، هو كان عامل عمليه وما كانش جاي، فاحنا طبعا كنا زعلانين. احنا اتفاجئنا واحنا هناك، قالوا لنا احنا عامل لكم فجاه جانشر جاي. طبعا يعني انا ومحمد، محمد خلاص احنا محمد انا وهو الشربان. بنمسك انا وهو فين التليفونات على طول، في عايزين نصور معاه باي طريقه. فلا اسطوره من اساطير اللعبه، باكستان تربعت على عرش الاسكواش الحمد لله، احنا خدناها بعد فتره كبيره جدا. وممكن تتقلب في اي وقت، احنا اللي احنا فيه ده ممكن كفتره زمنيه مؤقته وتتقلب، يعني عمرنا ما هنلاقي كل المصريين اللي موجودين في الشكل ده بالشكل ده. ان فعلا الدول ابتدت تكبر، يعني دول ابتدت تتحسن، دول ابتدت تيجي تاني، تفوق باكستان المستويات تفوق. اختلفت بالظبط. طبعا باكستان باكستان اتربعت على 10 يعني، احنا من 10 سنين او 20 سنه كان في 8 استراليين في التوب 10. فده كان نفس اللي احنا فيه ده. هي. احنا في الفتره الزمنيه دي. فطبعا لما قابلت طبعا يعني جانشر دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، وان انا اتكلم معاه وكفايه ان هو يقول لي بس انا شفتك وشاف اللي حاضر لي 3 ماتشات ورا بعض. شاف لك اللي عامل قلق يا مصطفى. والله هو عامل قلق يا سياده العميد. هو عامل قلق يا سياده العميد من ساعه ما دخل. قول انت بتعمل حاجه تانية غير الاسكواش؟ ما عندكش اي مواهب تانية؟ فيفا. فيفا والله. دي خناقاتنا على فيفا كل يوم. بس فيها بشكل بقى احترافي يعني. بشكل احترافي، داخل الموضوع احترافي شويه. فطبعا خناقات بقى بالليل بقى عشان تلعب بتاع. لا والله. طب انا عايزك تقول بقى التليفون ده الو وانت تعرفه، ونشوف ودانه بقى موسيقيه ولا لا، بيعرف يغني ولا لا كده يعني. قول الو. الو. الو مبروك يا ساس. ها كاتشانا حبيبي كاتشانا. شكلك بتغني. شكله بيغني يا سياده العميد صح؟ كابتن امير وجيه المدير الفني طبعا ومكتشف المواهب، ارحب بيك ومنورنا. اشكرك جدا على المداخله الجميله، ومبروك لمصطفى، مبروك لمصر والنادي الاهلي، ودايما ان شاء الله رافع راسنا. كابتن امير وجيه اسطوره الاسكواش كمان طبعا، صح؟ اسطوره طبعاً. اللعبه دي كابتن طبعا امير. يعني انا حلم ليا كنت اتدرب معاه لما رجع لمصر. واول حاجه قلتها لبابا اني اتمرن مع كابتن امير. كابتن امير بجد يعني كابتن امير حقق مع المنتخبات المصريه ما لم يحققه اي مدير فني في اي دوله على مستوى العالم. محدش قدر يضاهي في اي رياضه كابتن امير اللي حقق زي كده. حضرتك لما اتكلمنا على جانشر في حته البطولات اللي حققها جانشر كلاعب، كابتن امير على مستوى الاداره الفنيه ومدير فني منتخب مصر حقق ما لم يحققه اي مدرب اخر على مستوى العالم وفي اي رياضه اخرى. كل البطولات المصريه، كل قصدي البطولات العالميه، يعني كل البطولات العالميه، البطولات العالم كلها ما شاء الله لمصر كابتن امير. كابتن أميرة نعرف أن اللعبة دي لها شقين عشان تبقى شاطر فيها أو محترف فيها، شق بدني أو فتنس ليه علاقة بالفتنس، فأنت يعني بتتمرن كتير قوي فبتجيب أو بتبقى رقم واحد في اللعبة دي، أو تبقى بتلعبها بحرفنة يعني أنت كده يعني عندك الموهبة دي باينة عليك من الأول. مصطفى عسل إيه؟ من أي واحد في الاثنين؟ هو ميكس عنده الاثنين الحمد لله. ما هو اللعيب اللي بيبقى طبعا وهو صغير طالع اللي هو عنده زي ما تقولي كده بيقولوا يعني موهبه سابقه سنه، هو بيبقى عنده الاثنين. هو مصطفى عنده التالنت وعنده يعني ميكس ما بين رامي عاشور وشبانه على كريم درويش وشربك، واخد من الناحيتين
الفيتنس والموهبه، وده اللي مخليه في سن صغير ان هو يعني مميز، بجانب بقى طبعا المجهود الكبير اللي اهله بيبذلوه معاه. وانا طبعا دايما اولياء الامور بشكرهم على المجهود الكبير. انت مش عارفه العميد ده محمود ده اخويا وصديق عمري، يعني هو متفرغ تفرغ تام لمصطفى ومروان اللي احنا بنعد بقى يبقى بطل العالم يا رب ان شاء الله. خلي بالك يا مصطفى انا بمرن لك مروان عشان بعمل لك مفاجاه. متفائلين بيك يا كابتن، يا كابتن امير متفائلين بيك ان شاء الله مع مروان دايما. يعني ان شاء الله مروان هو يعني طبعا قدامه مصطفى مثل اعلى، وبنحب نحط فيه يعني خبره كبيره من دلوقتي عشان خاطر يبقى متحمس، وان شاء الله باذن الله يعني مصر دايما ولاده. هتبص تلاقي مثلا شوربه جيتر مؤمن رامي عاشور جه شبانه جه من قبلهم بره ده في عمر كريم عبد الجواد صح؟ كريم عبد الجواد طبعا انت حده اسامي كبيره جدا جدا جدا، وكريم درويش. بس تلاقي دايما الحمد لله يعني في تواصل اجيال، وفي طبعا مجهود كبير ورا الكواليس بيتبذل. بشكر مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي على دعمهم طبعا كبير للرياضه بصفه عامه والسكواش ومصطفى بصفه خاصه. وان شاء الله هو عند حسن الظن، هو يعني احنا عايزين نشوف ان شاء الله على قمه السكواش. بس قلقانين على الحته اللي تحت يا كابتن امير. طبعا هي عايزه شغل كبير، وعشان كده الحته اللي تحت احنا قلقانين يعني عليها. ايه الحته اللي قطاع الناشئين حضرتك من تحت؟ احنا دلوقتي عندنا الاعمار كلها في الحته القداميه بصفتي انا، مش بصفتي ولاد مصطفى خالص، انا بصفتي راجل بقى يعني السكواش ده بقى في دمنا خلاص غصب عننا طبعا. الاعمار عندنا في اللعيبه الكبار دلوقتي كله حضرتك من 29 30 31 33، فالدنيا بتسحب لفوق. قاعده الناشئين بقى دي هي اللي عايزه يحصل فوكس عليها تاني عشان نفضل متربعين على اولويات برنامج الانتخاب ان شاء الله كرئيس اتحاد كوادر. ان شاء الله باذن الله الجونيور بروجرام لازم يبقى اقوى من كده بكتير، ونشر الملاعب اكتر من كده في اماكن بكتير. طبعا احنا بدانا المشروع القومي، وعندنا الحمد لله دلوقتي بورسعيد ومركز شباب الجزيره اكتر من 450 لاعب، بنحاول نوصل ان شاء الله لثمان محافظات لسه السكواش ما وصلش ليها باذن الله. وبشكر الدكتور اشرف صفوي الوزارة على مجهود الكبير في نشر اللعبه، فان شاء الله دي هتبقى الخطط اللي جايه اهتماماتنا الاولى. هو كابتن امير عامل حاجه كويسه قوي حضرتك، يمكن كان ده حلم انا اعتقد ان هو بيتحقق على ارض الواقع دلوقتي. دايما يقولوا على لعبه السكواش دي لعبه يعني اللي هو الاثرياء الناس اللي هي يعني المقتدرين، فهم حققوا حلم ما كانش في حد يعني يتوقع ابدا ولا حتى في اي دوله على المستوى العالم ان هو يتعمل. ده دخلت ضمن اطار المشروع القومي اللي اتفضل السيد الرئيس بالموافقه على ادراج لعبه السكواش دي عن طريق السيد الوزير برضه في العرض على سيادته، وتوافق ان السكواش تخش ضمن المشروع القومي تبنات الدوله كلها. فدلوقتي حضرتك عاملين كذا فرع في كذا محافظه، يخش روح الصعيد بيروح وجه بحري بيروح وجه ابلي بورسعيد يكتشفوا المواهب دي. طبعا كابتن امير يعني عامل دور جامد جدا ومتبرع بدوره ان هو يعني يخش جوه المشروع مش بصفه يعني رسميه، راجل داخلها بصفه تطوعيه مشرف ويدير الدنيا من حب في السكواش. المضارب الكور الحاجات كلها هذه كلها وفروها اقل حاجه باقل حاجه بيشتغلوا وفروا الكلام ده كله. وعليك تشوفي دلوقتي نفسي بقى كابتن امير في يوم يجي يقعد يعني مع حضرتك والمشروع القومي اللي بيحصل ده يطلع على النور يشرفنا ونفتح الملف ده. مهم جدا يا كابتن لان في ناس دلوقتي في يعني اباط وامهات ممكن يكونوا بيتفرجوا وشايفين مستقبل ولادهم، ليه لا ما يكونوش زي مصطفى و100 واحد زي مصطفى لا ليه؟ لا والاعمق والاعمق بقى من كده كمان ايه؟ ان اولاد الشهداء من الساده الضباط القوات المسلحه والشرطه و دول ليهم حق ان هم الاولويه بيمارسوا في فعلا. يمكن التقرير بقى مع الاعداد والارقام ندخل المشروع ده يعني والله من غير اي تكاليف. انا ما اعرفش بسمع ان التايم مش عارف التايم بخمسة جنيه مش حاجات بقى من اللي هي ايه ما قرش ساكت بتحط زمان دي ما بتحصلش، بيحصل دلوقتي على ارض الواقع دي حقيقه. حلو ده يعني ال 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 انا اول مره اعرف المواطن المصري يقدر دلوقتي يلعب سكواش مش عارف ب 50 جنيه في الشهر. طب يا كابتن امير توعدنا انك تشرفنا هنا في البيت الكبير وتقول لنا ده ممكن يتم ازاي؟ ممكن اي حد بسيط طبعاً بيتفرج علينا دلوقتي وعايز ابنه يدخل في اللعبه دي شايفه موهوب اللعبه دي والاسماء دي مصطفى ومحمد واخو محمد يعني فتحوا الدنيا ان يعني خلاص في لعبات تانية في حاجات تانية غير الكوره، فليه لا؟ احنا طبعا توعدنا يا كابتن
اه طبعا اوعدكم، ده يشرفني طبعا دايما ابقى معاكم في قناه الاهلي. طبعا انا كابتن مصر النادي الاهلي، وطبعا انت عارف انا بعشق الاهلي، فطبعا نتمنى طبعا المشروع ده يطلع للنور، وان طبعا دور الاهلي الوطني دايما بينشر وبيساعد طبعا المشاريع ديت وبقوه، سواء اعلاميا او يفتحوا لنا ملاعبهم في اي وقت، وبالنسبه ان احنا يعني ده هو ده الدور النادي برضه، مش بس على مستوى النادي لا، على مستوى الدوله ككل. فالمشروع دوت الحمد لله رب العالمين طلع بقوه جدا. احنا في مركزين بس عندنا اكثر من 430 لاعب ولاعيبه، المفروض ان شاء الله في 8 محافظات هنوصل لاكثر من 3000 لاعب ولاعيبه، فان شاء الله ده هيكون كله بيعود للمنتخب فايده وعلى مصر. وزي ما العميد محمود قال ان اللعبه بقت دلوقتي مش لعبه الاغنياء وبس الصفوه، لا احنا الحمد لله يمكن في بورسعيد التايم سكواش 45 دقيقه سكواش واليقطه ب 11 جنيه، ده يعني مش معقول ان انت تلاقي فرصه دي بره، ده بتوصل 300 400 جنيه بتتمرن مع احسن مدربين موجودين حاجه بسيطه. لسه يا فندم انا كنت بتنسيق مع كابتن امير، بكلم العمده طلعت اللي في مدينه اسنا اللي هي البلد بتاعت والدته، والله قلت له، قال لي انا عندي في مركز شباب في قنا، هنكلم السيد المحافظ ومحافظ اسوان، وعايزين يلا نكتشف الولاد أمير. الصغيره نطلع والشباب نشوف الدنيا هناك ونخلي الناس تنبسط والناس تفرح والناس تشوف الدنيا. قلت له حقلك عليا ده مصطفى، ده مشروع قومي زي ما انت قلت سيد العميد. انا بشكرك مصطفى ان هو قريب من سن الناشئين، فدايما بيبقى الولاد الصغيرين مرتبطين. انا بشكرك يا كابتن امير، بشكرك جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله قريب نكون مع بعض باذن الله. لازم، مهم قوي نفتح الموضوع ده. شكرا جزيلا ليك كابتن امير وجيها. كلمة في الآخر تحب تقولها مصطفى وإحنا بنختم معاك؟ أحب والله أشكركم يعني على الحلقة الجميلة دي، وفخور إن أنا هنا. يعني طبعا يعني مجلس الإدارة بشكره جامد جدا على الدعم الكبير ده ووقفته ورايا، وطبعا كابتن خالد مرتجي وكله سبونسر بتاعي حديد عز وكل الناس، يعني بجد بشكرهم على الدعم الكبير ده، وطبعا جماهير الاهلي، ودايما الاهلي رقم واحد والعشرة اهلي ان شاء الله. يا رب يا رب يا مصطفى ان شاء الله. اشكر بس حضرتك، اشكرك بس كابتن ناصر زهران اللي هو كان سبب في ان هو مصطفى يجي وحط عينه عليه وجابه، وكابتن شيرين عادل اللي هو دلوقتي المتولي في النادي الاهلي برضه، يعني عشان بس نسيب الفضل يعني لاصحابهم يعني ان شاء الله. سيادة العميد انا بشكرك جدا جدا، الله يخليك، شرفتنا. الله يخليك، شرفتنا. ميرسي على مصطفى بجد واخوه كمان. خلاص ابنكم بقى دلوقتي من النادي الاهلي، مش ده يعني ده مشرف مصر، يعني ده مشرف مصر فعلا. كابتن بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ ميرسي والله، شرف ليا والله. انا مصطفى بشكرك جدا جدا، شرفتنا. كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. احنا تشرفنا بحضرتك، ميرسي جدا، وسعيد جدا كنت بحضرتك النهارده. كلك ذوق، شكرا ليك.